بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه الصلاة والتسليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما وحده من كيفه، ولا حقيقته أصاب من مثله، ولا إياه عنا من شبهه، ولا صمده من أشار إليه وتوهمه. لا تصحبه الأوقات ولا ترفده الأدوات، سبق الأوقات كونه والعدم وجوده والابتداء أزله. لا يشمل بحد ولا يحسب بعد، وإنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها. لا يجري عليه السكون والحركة، وكيف يجري عليه ما هو أجراه، ويعود فيه ما هو أبداه، ويحدث فيه ما هو أحدثه. إذن لتفاوتت ذاته، ولتجزأ كنهه، ولامتنع من الأزل معناه، ولكان له وراء إذ وجد له أمام، ولكان له وراء إذ وجد له أمام، وللتمس التمام إذ لزمه النقصان. وإذا لقامت آية المصنوع فيه، ولتحول دليلا بعد أن كان مدلولا عليه. لم يلد فيكون مولودا، ولم يولد فيصير محدودا. جل عن اتخاذ الأبناء، وطهر عن ملامسة النساء. ولا يقال له حد ولا نهاية، ولا يقال له حد ولا نهاية، ولا انقطاع ولا غاية، ولا أن الأشياء تحويه فتقله أو تهويه، أو أن شيئا يحمله فيميله أو يعدله. يخبر لا بلسان ولهوات، ويسمع لا بخروق وأدوات. يقول ولا يلفظ، يقول لما أراد كونه كن فيكون، لا بصوت يقرع ولا بنداء يسمع، وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله. لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. وإنما كلامه سبحانه فعل منه أنشأه ومثله. لم يكن من قبل ذلك كائنا، ولو كان قديما لكان إلها ثانيا. لا يقال كان بعد أن لم يكن، فتجري عليه الصفات المحدثات، ولا يكون بينها وبينه فصل، ولا له عليها فضل، فيستوي الصانع والمصنوع، ويتكافئ المبتدع والبديع. لا يقال كان بعد أن لم يكن، فتجري عليه الصفات المحدثات، ولا يكون بينها وبينه فصل، ولا له عليها فضل، فيستوي الصانع والمصنوع، ويتكافئ المبتدع والبديع، ويتكافئ المبتدع والبديع. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نشرع هذا اليوم وفي هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى وبعون الله سبحانه وتعالى في بحث جديد، في خط جديد من البحوث التاريخية العقائدية، وتحت عنوان وقفات مع توحيد التيمية الجسمي الأسطوري. إذن عندي وقفات مع، ما هو العنوان؟ توحيد التيمية الجسمي الأسطوري. لا أريد أن أدخل في تفصيل أو عمق أو في بعض المحتملات من الأساس والمنبع والأصل في أفكار ابن تيمية، في نفسية ابن تيمية، في توجه ابن تيمية، في بغض ابن تيمية لأمير المؤمنين وأهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا هذا وسنرجع إن شاء الله وسنعود إليه قريبا ونكمل ما بحثناه سابقا. كان عندنا قبل بضع سنين، قبل الاعتداء، قبل ما وقع علينا من الاعتداء، كان عندنا
بحث تحت عنوان وقفات تحليلية مع ابن تيمية، وتحدثنا عن أصل ابن تيمية ومكان ابن تيمية وبلد ابن تيمية وديانة ابن تيمية أي عائلة ابن تيمية وأصل ابن تيمية. فتحدثنا عن حران مدينة ابن تيمية، تحدثنا عن مدينة الصابئة عن ديانة الصابئة، تحدثنا عن الحرانيين قوم ابن تيمية، تحدثنا عن الحرانيين الزنادقة عبدة الأوثان، تحدثنا عن الشيخ الفقيه الحراني الذي كان يحمي الزنادقة عبدة الأوثان، يعلم عبدة الأوثان كيف الإفلات من حكم الإسلام وحكم المسلمين، علمهم التقية التيمية وباع لهم الفتوى بثمن وإثمان. وإن شاء الله في أقرب بحث في أقرب درس سنذكر لكم وسنبين لكم من هو هذا الشخص أو هذا الشيخ. وتحدثنا أيضا عن عناد واستكبار وضلال وإضلال الحرانية الصابئة الحرانية، وتحدثنا عن وثنية ومجوسية وأساطير بابلية، ثم تحركت إلى حران، تحرك من يحمل هذه الأفكار إلى حران، أو كان الأصل من حران وانتقلت إلى الهند ثم إلى إيران ثم إلى بابل ثم إلى بلاد ما بين النهرين ثم إلى مكة والكعبة والأصنام. فكان الحديث عن الكعبة والأصنام، وقلنا بأن الكعبة والأصنام ملك لصابئة حران، هذا سيأتي فيه الكلام إن شاء الله قريبا. وتحدثنا عن بوذاسف حسب ما أذكر هذا العنوان هذا الاسم في الآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني، قلنا وقال البيروني تحدث عن بوذاسف إذا صح اللفظ صح هذا اللفظ عن بوذاسف، يقول وقد ظهر هذا بوذاسف ظهر عند مضي سنة من ملك طهمورث بأرض الهند، وأتى بالكتابة الفارسية ودعا إلى ملة الصابئين فاتبعه خلق كثير، وكان ملوك البشداذية وبعض الكيانية ممن كان يستوطن بلخ أو البليخ أي أحد تفرعات الفرات أي في حران، وكان ملوك البشداذية وبعض الكيانية ممن كان يستوطن بلخ أو البليخ، كانوا يعظمون النيرين القمر والشمس الشمس والقمر والكواكب وكليات العناصر ويقدسونها، إلى أن يقول وبقايا أولئك الصابئة بحران ينسبون إلى موضعهم فيقال لهم الحرانية. ويقول البيروني ويذكرون أن الكعبة وأصنامها كانت لهم وعبادتها كانوا من جملتهم من جملة الحرانية من جملة الصابئة الحرانية، وأن اللات كانت باسم زحل والعزى باسم الزهرة، ولهم أنبياء كثيرة وأكثرهم فلاسفة يونان. هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه، لكن الآن ندخل في بحثنا وقفات مع توحيد التيمية الجسمي الأسطوري. أقول نتحدث الآن عن التوحيد التيمي عن توحيد التيمية الجسمي الأسطوري المشبه المجسم المعطل الذي لا مثيل له، وسيكون لنا وقفات كثيرة معه، ويكون الكلام في أساطير تحت عناوين مختلفة. أسطورة أولى، أسطورة واحد، أسطورة أولى، كل أسطورة نحاول أن نعطي لكل أسطورة عنوانا، وأيضا ربما تمر علينا بعض الأسطورات يكون فيها نفس الأسطورة لها عنوان وفي داخل الأسطورة يوجد عناوين أخرى. إذن عندي أسطورة أولى، الله شاب أمرد جعد قطط صححه تيمية، تحت هذا العنوان إذن أسطورة أولى، الله شاب أمرد جعد قطط صححه تيمية. أقول دون الانجرار إلى سجال ومغالطات سقيمة عقيمة ولقطع الطريق على الأسلوب الالتقاطي التشويشي التيمي، أقول إن كلامي في هذا المقام عن تصحيح الشيخ ابن تيمية للحديث وليس عن شيء آخر. في هذا المقام في هذه الأسطورة الأولى هذا حديث، هل صححه ابن تيمية أم لم يصححه ابن تيمية، كلامي عن
الحديث عن تصحيح الحديث. إذن أقول إن كلامي في هذا المقام عن تصحيح الشيخ ابن تيمية للحديث وليس عن شيء آخر. فهل صحح التيمية الحديث أو لا؟ هذا هو مورد الكلام. قال ابن تيمية: فيقتضي أنها رؤية عين، هذا كلام مقتبس، فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. أين هذا المصدر؟ من أين هذا الاقتباس؟ من بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية الجزء السابع في صفحة 290 طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف 1426 في 1426 هجري بالمدينة المنورة. إذن كلامي عن هل صحح ابن تيمية هذا الحديث أو لم يصحح هذا الحديث، أتيت بهذا المقتبس. يقول هذا بغض النظر عن الكلام السابق واللاحق، لا أحتاج هذا، يكفي هذا الاقتباس في الحديث في هذا المورد عن أنه هل صحح هذا الحديث أو لم يصحح هذا الحديث، لماذا أتى بهذا الحديث، ماذا يقصد بهذا الحديث، على من يريد أن يرد في هذا الحديث، هذا بحث آخر. الآن هل هو صحح هذا الحديث أم لم يصحح هذا الحديث؟ التفت إلى العبارة. قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية يقول: فيقتضي أنها رؤية، يتحدث عن رؤية، يناقش الرؤية، يناقش رؤية ما. يقول: فيقتضي أنها رؤية، هذه الرؤية يقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث، لاحظ رؤية عين كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال. الآن رؤية عين أو ليس برؤية عين، هذا أيضا ليس محل النقاش كما قلنا قبل قليل، ليس محل النقاش في هذه الأسطورة الأولى. إذن يكفي أن نأخذ هذا الكلام. يقول: فيقتضي أنها رؤية عين كما في الحديث الصحيح، كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ماذا قال؟ قال الحديث الصحيح. هل يحتاج إلى بيان؟ هل يحتاج إلى برهان؟ هل يحتاج إلى دليل؟ هل يحتاج إلى أن نبين ونوضح ونفهم المتلقي السامع العاقل الإنسان المنتمي إلى بني البشر؟ هل يحتاج إلى أن نبين بأنه، هل نقول له كيف أن ابن تيمية يصحح هذا الحديث؟ كيف نثبت لك أنه يصحح هذا الحديث؟ كيف نوضح لك أنه يصحح هذا الحديث؟ هذا كلام ابن تيمية يقول: كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. وطبعا معنى حتى أيضا أنا يعني أذكر لكم ونفهم المقصود من الحديث. الأمرد يعني شاب طلع شاربه ولم تنبت لحيته، شاب طلع شاربه ولم تنبت لحيته. إذن هذا الحديث الذي يصححه ابن تيمية ما هي المعاني التي يدل عليها؟ ما هو المعنى الذي يدل عليه؟ يقول يدعي في هذا الحديث، يدعي أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: رأيت ربي النبي صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقولون، وتنزه النبي صلى الله عليه وسلم عما ينسبون إليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورة شاب، في صورة شاب طلع شاربه ولم تنبت لحيته، له وفرة، له شعر مجتمع على الرأس أو شعر مجتمع، هذا الذي يجاوز شحمة الأذن، إذن له وفرة، له شعر مجتمع على الرأس، وهذا الشعر جعد أي منقبض ملتوي، نحن نقول عنه أجعد، له شعر مجتمع على الرأس وهذا الشعر منقبض ملتوي وليس بطويل، قطط أي قصير أو ليس بطويل. إذن أقول ابن تيمية يصحح حديث أن الله صورته شاب طلع شاربه ولم تنبت لحيته
وليس بأصلع، بل له شعر مجتمع على رأسه، ليس بأصلع ليس بأقرع، بل له شعر مجتمع على رأسه، بل له شعر مجتمع على رأسه، وأن شعره قصير جعد منقبض ملتوي، وأن النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى الله ربه على صورة ذاك الشاب الأمرد الجعد القطط. قال تيمية شيخ الإسلام كما في الحديث الصحيح المرفوع عن قتادة. أقول فهل يوجد إنسان يمتلك ولو الحد الأدنى من العقل والفكر يقول أنه لم يصحح الحديث؟ لم يقول بأنه لم يصحح الحديث فأتركوه، لأن هذا ليس بعقل، ليس ببشر، هذا لا يحتاج الكلام. أسطورة ثانية تجسيم وتقليد وجهل وتشويش. الأسطورة الثانية تجسيم وتقليد وجهل وتشويش. تجسيم، تقليد، جهل، تشويش. تحت هذا العنوان في الأسطورة الثانية أقول في مؤسسة الدرر السنية القسم العلمي، مراجعة المشرف العام علوي بن عبد القادر السقاف في 9 جماد الآخرة في 1431 هجري، قال إذن في مؤسسة الدرر السنية القسم العلمي المشرف السقاف مراجعة وإشراف السقاف، يقول قال حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. يقول تحت هذا العنوان، قال حديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء، يقول يتهم بعض المبتدعة شيخ الإسلام، هؤلاء المبتدعة يتهمون شيخ الإسلام، يتهم بعض المبتدعة شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه مجسم، ويستشهدون بتصحيحه لحديث رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط له وفرة جعد قطط في روضة خضراء. فهل حقا الكلام لا زال لصاحب مؤسسة الدرر السنية للسقاف، يقول فهل حقا صحح شيخ الإسلام هذا الحديث وهل هو حديث صحيح؟ يقول والجواب على هذا السؤال أقول، الكلام السقاف يقول والجواب على هذا السؤال أقول هذا الحديث ورد من طريقين وبألفاظ مختلفة. لاحظ كيف يستخدمون أسلوب التشويش والتشويه والالتقاط والعشوائية لكي يضيع المطلب على المتلقي. الآن هل الحديث صحح الحديث أم لم يصحح الحديث؟ هل صحح الحديث أو لم يصحح الحديث؟ تقول صحح الحديث لكن يقصد كذا وكذا وكذا، لكنه لا يفيد في كذا وكذا وكذا. التفتوا إلى أسلوب الالتقاط، أسلوب التشويه، أسلوب التشويش، أسلوب التأثير على العقل، أسلوب استغلال الجهل والجهال والغباء والأغبياء. إذن يقول وللجواب على هذا السؤال أقول هذا الحديث ورد من طريقين وبألفاظ مختلفة، الطريق الأول والطريق الثاني. الطريق الأول يقول الطريق الأول من حديث قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ومن ألفاظه هو هذا الحديث الذي ذكرناه قبل قليل في الأسطورة الأولى نفس الخط الروائي. يقول هذا الطريق الأول عن قتادة عن ابن عباس، يقول أتى أيضا بعدة ألفاظ، يقول من حديث الطريق الأول من حديث قتادة عن ابن عباس مرفوعا أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ومن ألفاظه يأتي بعدة ألفاظ، يقول أتى بعدة ألفاظ من هذه الألفاظ. إذن الطريق الأول من حديث قتادة عن ابن عباس عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ومن ألفاظه يقول أولا أن محمدا رأى ربه في صورة شاب أمرد من دونه ستر من لؤلؤ قدميه أو رجليه في خضره، قدميه في خضره أو رجليه في خضره. اللفظ الثاني رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء، رأيت ربي جعدا أمرد عليه حلة خضراء. اللفظ الآخر رأيت ربي في صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء. يقول وهذا الحديث، الآن لا زال في الطريق الأول، يقول وهذا الحديث من هذا الطريق
وهذا الحديث من هذا الطريق، أي طريق الأول، وهذا الحديث من هذا الطريق صححه جمع من أهل العلم، منهم الإمام أحمد في المنتخب من العلم للخلال، هذا الذي يقوله من؟ يقوله السقاف صاحب مؤسسة الدرر السنية. صححه الإمام أحمد وصححه أبو زرع الرازي، يذكر المصادر في إبطال التأويلات لأبي يعلى، والطبراني أيضا يقول صححه الطبراني أيضا في إبطال التأويلات، وصححه أبو الحسن بن بشار، إذن صححه أحمد وأبو زرعة والطبراني وأبو الحسن بن بشار وأبو يعلى وابن صدقة وابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية في الجزء السابع. أقول إذن ابن تيمية صحح الحديث، فلا مجال للتدليس والاحتيال والمغالطات بعد هذا، واو ها ميم، وهو المطلوب. هذا تصحيح للحديث وإقرار بتصحيح الحديث، فيرجع إلى الأسطورة الأولى حتى لا نتحدث بهذا الأمر. إذن عندي تصحيح الحديث، هل صحح الحديث؟ إذن هو صحح الحديث. إذن الأسطورة الأولى انتهى الكلام منها، إنه صحح الحديث. الأسطورة الثانية بجزئها الأول، هل صحح الحديث؟ نعم صحح الحديث. يكمل السقاف يقول وضعفه، هذا طريق الأول، لا زال الكلام في طريق الأول، يقول وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية واستنكره الذهبي كما في سير أعلام النبلاء، وقال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، يقول موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ذكر عدة أشخاص، سبعة أشخاص، سبعة أسماء صححوا الحديث، منهم ابن تيمية. بعد هذا قال ضعفه ابن الجوزي واستنكره الذهبي، والسبكي قال إنه موضوع مفترى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الطريق الأول انتهينا منه. الطريق الآخر يقول من حديث مروان بن عثمان عن عمارة بن عامر عن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب رضي الله عنهما مرفوعا، ومن ألفاظه يقول رأيت ربي في المنام، ينسبون هذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر، صاحب الجلالة موقر، رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضر عليه، الله يسخن وجوهكم، يقول رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضر عليه نعلان، عليه نعلان من ذهب، وعلى وجهه فراش من ذهب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ربنا لا تؤخذنا بما قالوا يا الله. يقول رأيت ربي في المنام في صورة شاب موقر في خضر عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب. اللفظ الآخر يقول يذكر أنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أنه أي النبي رأى ربه عز وجل في المنام في صورة شاب، يذكر أنه رأى ربه عز وجل في المنام في صورة شاب موفر 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 أو موقر. إذن يقول رأى ربه عز وجل في المنام في صورة شاب موقر أو موفر في خضر أو في خضر على فراش من ذهب في رجليه نعلان من ذهب. لا زال الكلام في الطريق الثاني، يقول وأيضا ذكر بلفظ أنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة، لاحظ هنا يقول رأى ربه في النوم، والذي سبقه أيضا قال في المنام، والذي سبقه أيضا قال في المنام. إذن يقول أنه رأى ربه عز وجل في النوم في صورة شاب ذي وفرة، في صورة شاب ذي وفرة، قدماه في الخضرة عليه نعلان من ذهب، على وجهه فراش من ذهب. يقول وهذا الحديث من الطريق الثاني صححه الحسن بن بشار وأبو يعلى كما في طبقات الحنابلة لأبي يعلى. يقول إذن صححه الحسن بن بشار وصححه أبو يعلى، أبو يعلى الحنبلي، صححه الحسن بن بشار وصححه أبو يعلى. أبو يعلى وابن تيمية يتسابقان على الجسمية وعلى إثبات الجسمية، من يسبق هذا أو هذا؟ يقول وضعفه واستنكره جمع من أهل العلم منهم، هذا الطريق الثاني، يقول وضعفه واستنكره جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد في المنتخب من العلل، ويحيى بن معين، والنسائي، وابن حبان، والسبكي، وابن حجر، والسيوطي، والشوكاني. إذن هذا الطريق الثاني الذي يروى عن أم الطفيل ضعفه الإمام أحمد،
ويحيى والنسائي وابن حبان والسبكي وابن حجر والسيوطي والشوكاني. ومن الذي صححه؟ صححه الحسن بن بشار وأبو يعلى. وابن تيمية هنا لم يذكر، رأي ابن تيمية مسكوت عن هنا. الآن نلتفت إلى شيء، الطريق الأول الحديث الأول صححه أحمد، والحديث الثاني الطريق الثاني ضعفه أحمد. التفت، إذن أحمد صحح الطريق الأول وضعف الطريق الثاني، ضع هذه المعلومة في بالك في ذهنك. يقول وكل من صحح الحديث أثبت أنه رؤيا منام لا رؤيا عين، لذلك فلا إشكال ولا مطعن لأهل الأهواء فيه. وكل من صحح الحديث أثبت أنه رؤيا منام لا رؤيا عين، لذلك فلا إشكال ولا مطعن لأهل الأهواء فيه. الآن يعني فقط هذا السؤال. يقول وكل من أي حديث، وكل من صحح الحديث، أي حديث تتحدث عنه، الحديث في الطريق الأول أو الحديث في الطريق الثاني؟ والطريق الأول فيه ألفاظ والطريق الثاني فيه ألفاظ. وكابن ابن حنبل، كأحمد ابن حنبل صحح أحد الحديثين وضعف الآخر، فهل أنت تعتبر الحديث تعتبر الحديثين عبارة عن حديث واحد؟ فإذا حديث واحد كيف يصحح أحمد الحديث ويضعف أحمد الحديث؟ عقل متفتح وعقل راقي عندك وعند أمثالك من المجسمة التيمية. يقول وكل من صحح الحديث أثبت أنه رؤيا منام لا رؤيا عين، لذلك فلا إشكال ولا مطعن لأهل الأهواء فيه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، وكلها يعني روايات الحديث فيها ما يبين إلى آخره. الآن يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية جزء سابع، يقول وكلها يعني روايات الحديث فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام، وكلها فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه كان بالمدينة، إلا حديث أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم، وقد جعل أحمد أصلهما، أي حديث ابن عباس وأم الطفيل، جعل أحمد أي أحمد بن حنبل جعل أحمد أصلهما واحدا. كذلك يقول وكذلك قال العلماء، هذه العبارة دائما يقول هكذا قال العلماء، وتحقق الإجماع ويوجد إجماع وأجمعت الأمة، كلها ادعاءات غير حقيقية لا مصداقية لها. هذا الكلام كلام ابن تيمية ينقله صاحب الدرر السنية. أيضا يكمل يقول وقال في بيان تلبيس الجهمية وهذا الحديث الذي أمر أحمد بتحديثه قد صرح فيه بأنه رأى ذلك في المنام. إذن أتى بشاهدين عن ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية جزء سابع في صفحة 229، والمورد الثاني أتى أيضا في بيان تلبيس الجهمية الجزء السابع في صفحة 194. لاحظ في صفحة 194 وفي صفحة 229، لاحظ كيف يلتقطون التقاطات من هنا وهناك. ليس عنده بيان، ليس عنده نظرية، ليس عنده حكمة، ليس عنده أصول، عبارة عن معلومات التقاطية كما يحصل الآن. كل من يكتب يوجد نقاد، الناقد يجد خلل هنا يجد خلل هناك، لا يوجد عصمة، يوجد لابد من وجود خلل عند الإنسان في كل ما يكتب في كل ما يحكي، فيستطيع أي إنسان أن ينتقد، لكن هل يستطيع الناقد أن يأتي بما أتى به المنتقد؟ فالنقد غير البناء، غير التأسيس، غير التأصيل. ابن تيمية لا يمتلك الأصول، لا يمتلك المتون، لا يمتلك النظرية، عبارة عن معلومات عشوائية والتقاطات هنا وهناك، وعندما تجمع بينها تجد بينها التضارب والتعارض والتناقض والخرافة والخيال والأسطورة. سنثبت هذا كما الآن نحكي معكم عن هذا الأمر. لاحظ الآن أتى في صفحة 229 وأتى في صفحة 194، أتى بها بهذين الشاهدين. لاحظ الأسلوب التيمي، ماذا فعل هذا السقاف، هذا العالم، هذا التيمي، ماذا فعل هذا الموحد التيمي الأسطوري، ماذا فعل؟ لاحظ أتى بطريق أول وأتى بطريق ثاني. الآن القارئ المتلقي السائل الإنسان العامي الإنسان العادي الإنسان غير المتفقه الإنسان غير الباحث الإنسان غير المتخصص
الآن ماذا يفهم من الحديث؟ الآن السؤال، هل صحح ابن تيمية الحديث أو لم يصحح الحديث؟ لاحظ، يخجل أن يقول، أن يأتي بالجواب، يأتي بالجواب واضحا فيقول صحح الحديث. لاحظ، لا يقولون هذا، لأن يعرفون بأنهم في وهم وفي وهم وفي خرافة وفي جهل. إذا كانت عندك الشجاعة قل صحح الحديث وبعد هذا دافع عنه. ماذا أتى؟ أتى بطريق أول وأتى بطريق ثاني، وأتى بمجموعة من العلماء قالوا يقولون بصحة الطريق الأول، وآخرون يقولون بضعف الطريق الأول، وأتى بالطريق الثاني، وأتى بمجموعة أو بأشخاص، أو أتى بمن قال بصحة الطريق الثاني، وأتى بمن قال بضعف الطريق الثاني. إذن لم نفهم شيئا لحد الآن. عندي طريق أول وعندي طريق ثاني، الطريق الأول فيه ألفاظ والطريق الثاني فيه ألفاظ، وهذا فيه من صححه وهذا فيه من صححه، وهذا فيه من ضعفه وهذا فيه من ضعفه. إذن وأتى بكلام ابن تيمية يقول يتحدث عن هذا الحديث. أي حديث؟ أي حديث يا أصحاب الأسطورة؟ أي حديث تتحدث عنه؟ على من تضحكون؟ أي عقول تستجيب لكم؟ لاحظ كيف يخلط الأمور، لاحظ كيف يهيئ ويوهد ويؤسس للتشويش والتشويه والالتقاطية والعشوائية. سؤال، هل صحح الحديث أم لم يصحح؟ تقول صحح الحديث وبعد هذا تأتي إلى الإجابة إلى الجزء الثاني. يخجل من هذا، يعرف أنه يتبع جاهلا ليس بعالم، لا يمتلك أي ضوابط العلم وضوابط العالم وضوابط الدليل والبرهان، لا يمتلك أي أساسات، لا يمتلك أي أصول. إذن عندي حديث أتى بالتفصيل، قال طريق أول وطريق ثاني، يوجد من صحح طريق الأول ويوجد من ضعف طريق الأول، يوجد من صحح طريق الثاني ويوجد من ضعف طريق الثاني، الطريق الأول فيه ألفاظ والطريق الثاني فيه ألفاظ. ذكر ابن تيمية ضمن مجموعة أسماء صحح الحديث هنا، وسكت ابن تيمية ولم يأتي بقول ابن تيمية في الحديث الثاني. الآن أين قول ابن تيمية؟ أين نأخذ بهذا أو بهذا؟ صحح أو لم يصحح؟ أي لفظ من الألفاظ صححه ابن تيمية؟ لا يوجد جواب. طبعا بعد هذا الكلام، وبعد أن يستفهم المستفهم العاقل النبيه، طبعا سيقول أقصد كذا وأنا قلت صحح وذكرته ضمن الأسماء. هذه هي أساليب المخادعين. لاحظ، هذا هو التعليق الأول. لاحظ، في التعليق الأول نقول لاحظ العشوائية، الالتقاط، التشويش، التشويه للتضييع والتشويش على المتلقي والسامع والقارئ. هذا تعليق أول. التعليق الثاني، ابن تيمية كعادته وحقيقته لم يتصرف كعالم مجتهد، بل تصرف كمقلد غير منضبط يلتقط من هنا ومن هنا. فبعد أن استظهر أن حديث أكرم عن ابن عباس ليس كباقي الروايات، أي ليست الرؤيا في المنام، حيث قال ابن تيمية كما أتى السقاف بهذا الشاهد، يقول قال شيخ الإسلام وكلها، يعني روايات الحديث، فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه كان بالمدينة، وكلها فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه كان بالمدينة إلا حديث أكرم عن ابن عباس، وقد جعل أحمد أصلهما واحدا، وكذلك قال العلماء. التفت جيدا أيضا هنا تعليق آخر إكمال لما ذكرناه قبل قليل. ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول كلها، يعني روايات الحديث، فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه كان بالمدينة إلا حديث أكرم عن ابن عباس. الآن نحن مع هذا المورد الذي أتى به السقاف، لنتذكر ماذا أتى؟ قال طريق أول وطريق ثاني، الطريق الأول عن ابن عباس والطريق الثاني عن أم الطفيل. واضح المسألة؟ إذن لا فرق، عندي طريق أول وطريق ثاني، هنا رواية وهنا رواية، هذا حديث هذا حديث، هذا حديث عن ابن عباس وهذا حديث عن أم الطفيل. إذن كم حديث عندي؟ عندي حديثان، حديث عن ابن عباس وحديث عن أم الطفيل. الآن تقول هنا يوجد ألفاظ، نعم ذكر السقاف، قال حديث الطريق الأول فيه عدة ألفاظ، وإذا الطريق الثاني فيه عدة ألفاظ، الطريق الأول فيه عدة ألفاظ والطريق الثاني فيه عدة ألفاظ. الطريق الأول، التفت جيدا، الطريق الأول ماذا ذكر فيه؟ قال ومن ألفاظه أن محمدا صلى الله عليه وسلم أن محمدا رأى ربه في صورة شاب،
إلى آخره. بعده قال رأيت ربي جعدا أمرد، بعده رأيت ربي في صورة شاب أمرد. هذا هو الطريق الأول، ذكر له لفظ أول ولفظ ثاني ولفظ ثالث. بالله عليكم أين صحة ادعاء ابن تيمية؟ أين صحة ادعاء ابن تيمية؟ ماذا قال ابن تيمية؟ ابن تيمية قال كلها، يعني روايات الحديث كلها فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام. أين في المنام يا ابن تيمية؟ هذا الطريق الأول ذكر له ثلاثة ألفاظ ليس فيها ما يدل على أنه في المنام. لاحظ، هذا هو هذا أسلوب التدليس، هذا أسلوب التغرير، هذا أسلوب التشويش، هذا أسلوب المغالطات. لكن الله لك بالمرصاد إن شاء الله، يهيئ من يكشف الزيف والتدليس ويكشف النقمة التي تقع على مبغضي علي وأهل البيت والنبي صلى الله عليهم أجمعين. يقول أن محمدا رأى ربه، رأيت ربي جعدا، رأيت ربي في صورة الشاب. أين الرؤيا؟ أين تقول أنها تدل على أنه في المنام أو فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام؟ نعم، في الطريق الثاني الآن تقول في الطريق الثاني. نعم، نحن معك نقول في الطريق الثاني. أم الطفيل قال رأيت ربي في المنام، وقال يذكر أنه رأى ربه عز وجل في المنام، وقال أنه رأى ربه عز وجل في النوم. إذن هناك ثلاثة وهنا ثلاثة، هناك ثلاثة ألفاظ وهنا ثلاثة ألفاظ. هناك لم يذكر في المنام ولا يوجد ما يبين أنه في النوم، وهنا يوجد ما يبين أنه في النوم. نظر إلى الثلاثة بعين ونظر إلى هنا بعين أخرى، هناك بعين واحدة وهنا بعين واحدة. هناك بعين واحدة فاعتبر ذاك الحديث هو حديث واحد الطريق الأول، وهنا نظر بعين أخرى فقال هذا الحديث هو عبارة عن أحاديث فأتى بهذه العبارة. قال وكلها، يعني رواية الحديث، فيها ما يبين أن ذلك كان في المنام وأنه كان بالمدينة، إلا حديث أكرمة عن ابن عباس وقد جعل أحمد أصلهما واحدا. كذلك قال العلماء. التفت جيدا. الآن أنا يعني في مقام نقاش السقاف مع ما أتى به، وأيضا في نفس الوقت أناقش ابن تيمية. الآن سيخرج من يخرج يقول السقاف لم يكن مصيبا، لم يكن قد أصاب الدليل والبرهان، لم يكن أو لم تكن إجابته تامة. التعليق الآخر الثالث، قال ابن تيمية كعادته وحقيقته، أقول التعليق الثالث ابن تيمية كعادته وحقيقته لم يتصرف كعالم مجتهد، بل تصرف كمقلد غير منضبط، يلتقط من هنا ومن هناك. فبعد أن استظهر أن حديث أكرمة عن ابن عباس ليس كباقي الروايات، أي ليست الرؤيا في المنام، وهذا الاستظهار تام وهو ما يلزم به ويعتقده ابن تيمية لكنه يخاف من التصريح به. إذن أقول بعد أن استظهر أن حديث أكرمة عن ابن عباس ليس كباقي الروايات، أي ليست الرؤيا في المنام، أقول وهذا الاستظهار تام وهو ما يلزم به ويعتقد به ابن تيمية لكنه يخاف من التصريح به. أقول بعد استظهار ذلك فإنه زعم أن أحمد، أي أحمد بن حنبل، زعم أن أحمد قد جعل أصل الحديثين واحدة. أقول فلو سلمنا بصحة زعمه، فهل أنت يا شيخنا ابن تيمية، فهل أنت يا شيخنا يا تيمية تقلد الإمام أحمد حتى نقلت رأيه وسكت عنه دون أن تعطي رأيك ودليلك وبرهانك على أن أصلهما واحد؟ أنت مقلد للإمام أحمد؟ لو تأتي في مقام آخر يأتي بمثل هذا الدليل والبرهان يقولون هو لا يقول بما يقوله أحمد، هو يخالف أحمد. من قال أنه يؤيد قول أحمد؟ هو فقط نقل قول أحمد ورأي أحمد. الآن هل أنت مقلد لأحمد؟ أنت في مقام دليل وبرهان واستدلال ورد ودفاع، ما هو رأيك؟ فقط تنقل وتلتقط رأي هذا ورأي ذاك، تأتي مرة برأي أحمد ومرة برأي أبي حنيفة وأخرى برأي الشافعي وأخرى برأي غيرهم. فهل أنت يا شيخنا يا تيمية تقلد الإمام أحمد حتى نقلت رأيه وسكت عنه دون أن تعطي رأيك ودليلك وبرهانك على أن أصلهما واحد؟ وأن لك ذلك، كيف تثبت ذلك؟ وأن لك ذلك إن خرط القتاد أقرب لك وللإمام أحمد من أن تثبت أن أصلهما واحد. هذا إذا ثبت أن الإمام أحمد يقول بأن أصلهما واحد.
نعم يا ابن تيمية، دونك خرط القتاد، خرط القتاد أقرب لك وللإمام أحمد من أن تثبت أن أصلهما واحد. تعليق رابع، يا ابن تيمية يا شيخنا يا وردة، أين العلماء؟ أين أسماء العلماء؟ يا شيخنا يا وردة يا حباب، أين العلماء؟ أين أسماء العلماء؟ وأين أقوال العلماء الذين جعلوا أصل الحديثين واحدا؟ إنه فقط في الوهم والخيال والإدعاء الباطل والمغالطات. تعليق خامس، لقد وقع الإشكال والاضطراب حتى في زعم التيمية وشيخهم التحفة، حيث قال قد جعل أحمد أصلهما واحدا، فأين جعل أحمد ذلك وكيف يجعل أصلهما واحدا؟ والتيمية أنفسهم ينقلون عن أحمد أنه صحح أحدهما كما في الطريق الأول، بينما ضعف الآخر واستنكره. قال التيمية الطريق الأول عن ابن عباس رضي الله عنه، وهذا الحديث من هذا الطريق صححه جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد كما في المنتخب من العلل للخلال وإبطال التأويلات. يقول والطريق الآخر، أيضا الكلام للتيمية، والطريق الآخر عن أم الطفيل وضعفه واستنكره جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد. الإمام أحمد يضعف الأول، الإمام أحمد يصحح الأول ويضعف الثاني، وأنت تقول الإمام أحمد يرجع الحديثين إلى أصل واحد؟ ما هذه الخرافة؟ ما هذا العقل؟ ما هذا الجهل؟ هذه أسطورة، هذا الجهل، هذه خرافة. يقتلون الناس على الشبهة، على التهمة، على افتراء من عندياتهم، من باطنهم. يفترون على الناس ويقتلون الناس ويذبحون الناس، يذبحون الشيعة، يذبحون السنة، يذبحون المسيح، يذبحون الصابة، يذبحون المسلمين، يذبحون المسيحيين، يذبحون الشرقيين، يذبحون الغربيين بادعاءات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. أبسط الأمور، أوضح الأمور، أبده البديهيات لا يفقهها ابن تيمية، يخدع نفسه بها ويقتل الناس. صار منظما للقتل والتقتيل والتكفير، صار مفرخا للإرهاب وللإجرام ولتنفير الناس من الإسلام ومن القرآن. ادعاءات باطلة، خرافة. أحمد، الإمام أحمد، هل يعقل أنه يصحح الحديث ويضعف الحديث؟ نفس الحديث تقول يرجعهما إلى أصل واحد، أن يعتبر هذا وهذا عبارة عن حديث واحد، وفي نفس الوقت يصحح هذا الحديث ويضعف هذا الحديث؟ أين العقل؟ لا عتب عليك، أنت مبغض لعلي، أنت مبغض للنبي ولأهل بيت النبي، أنت حراني، أنت من أصل الصابئة والحرانية. لا عتب عليك، لكن العتب على من يتبع هذا العلم وهذه الخرافة وهذه الأسطورة. يا أقول التعليق الخامس، لقد وقع الإشكال والاضطراب حتى في زعم التيمية وشيخهم التحفة، حيث قال قد جعل أحمد أصلهما واحدا، فأين جعل أحمد ذلك وكيف يجعل أصلهما واحدا؟ والتيمية أنفسهم ينقلون على أحمد أنه صحح أحدهما بينما ضعف الآخر واستنكره. قال التيمية الطريق الأول عن ابن عباس، وهذا الحديث من هذا الطريق صححه جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد، والطريق الآخر عن أم الطفيل وضعفه واستنكره جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد. صححه الإمام أحمد وضعفه الإمام أحمد. ابقوا في هذه الخرافة. أسطورة ثالثة، يرى في المنام وتدركه الأبصار في الآخرة. يرى في المنام، هذا عنوان الأسطورة الثالثة. خذوا أساطير من ابن تيمية، خذوا أساطير من التيمية. أسطورة ثالثة، يرى في المنام وتدركه الأبصار في الآخرة. أولا وثانيا وثالثا، هذا من تطبيقات، قلنا عندنا عنوان للأسطورة وعناوين ثانوية في تحت هذا العنوان. إذن عندي أسطورة ثالثة، يرى في المنام وتدركه الأبصار في الآخرة. أولا، لا تدركه في الدنيا بالأبصار حال اليقظة، لا تدركه في الدنيا بالأبصار حال اليقظة، أو لا تدركه الأبصار في الدنيا حال اليقظة. إذن لا تدركه في الدنيا بالأبصار حال اليقظة. أنا قدمت في الدنيا لنا فيها غرض حتى نؤكد على هذا، حتى نركز على هذا. لا تدركه في الدنيا بالأبصار حال اليقظة. قال في منهاج السنة
جزء ثاني في معرض رده على المجسمة، هو يرد على المجسمة من السخرية من المهازل أن شيخ المجسمة، المجسمة الأسطورية، التجسيم الأسطوري يرد على المجسمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. عجائب في هذه الدنيا، عجائب كثيرة. أقول تحت عنوان أولا لا تدركه في الدنيا بالأبصار حال اليقظة. قال في منهاج السنة في معرض رده على المجسمة ادخلوا أو نقول أدخلوا في ذلك من الأمور ما نفاه الله، ما نفاه الله ورسوله، حتى قالوا إنه يرى في الدنيا بالأبصار. هذا أين؟ نفس المصدر. قلنا في منهاج السنة الجزء الثاني من الذي نقله؟ نقله السقاف في مؤسسة الدرر السنية. التفت جيدا، انتقل من الجزء السابع، أو بعبارة أوضح انتقل من بيان تلبيس الجهمية من كتاب إلى كتاب. هل لا نعلم هل يحتاج إلى تذكرة السفر، إلى جواز سفر، إلى موافقة للسفر؟ نقول العشوائية والالتقاطية، وعنده كلام هنا وكلام هناك، لم يجمع شيئا. انتقل، أتى بكلام، بكلمات من بيان تلبيس الجهمية، وانتقل إلى مصدر آخر. ما هو المصدر الآخر؟ منهاج السنة. من بيان تلبيس الجهمية جزء سابع إلى منهاج السنة الجزء الثاني. ليس عنده وحدة موضوع، ليس عنده نظرية، ليس عنده أصول وأساسات وضوابط يسير عليها، كلها عبارة عن تشويش وتشويه وأمور تلتقط من هنا وتلتقط من هناك، وأسماء تذكر هنا ويذكر غيرها هناك. أقول التفت جيدا، أرجع مرة أخرى، يقول قال في منهاج السنة في معرض رده على المجسمة أدخلوا في ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله حتى قالوا أنه يرى في الدنيا بالأبصار. أقول قيد، لاحظ ابن تيمية ماذا فعل؟ قيد الرؤيا في، قيد رؤيا بي في الدنيا، قال إنه يرى في الدنيا بالأبصار. يقول أقول قيد الرؤيا بي في الدنيا، وواضح أن الشيخ التيمية في مقام بيان وليس الهزل واللغو، فتصريحه وتقييده للمحذور في الدنيا يفهم منه أنه لا محذور عنده فيما إذا كانت الرؤيا في غير الدنيا. إذن أقول قيد الرؤيا بي في الدنيا، وواضح أن الشيخ التيمية في مقام بيان وليس الهزل واللغو، فتصريحه وتقييده للمحذور في الدنيا يفهم منه أنه لا محذور عنده فيما إذا كانت الرؤيا في غير الدنيا كالرؤيا في الآخرة أو رؤيا النوم أو الرؤيا في المعراج، وقد ثبت عنه دفاعه الشديد عن الرؤيا وإدراك الأبصار بعين الرأس في الآخرة وفي غيرها، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. وهذه مخالفة صريحة شنيعة لنص قرآني صريح واضح محكم. قال الله الواحد الأحد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثانيا الحديث، لا زال الكلام في الأسطورة الثالثة، لا زال الكلام في أسطورة ثالثة. الحديث صحيح ويثبت رؤيا الله في المنام. إذن الحديث صحيح ويثبت رؤيا الله في المنام. قال والشيخ الإسلام ابن تيمية، لا زال الكلام أيضا نقول للسقاف، يقول قال السقاف وقال وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس وحده الذي نفى أن يكون في الحديث إشكال، نفى أن يكون في الحديث إشكال لأنه رؤيا منام. لاحظ يقول وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس وحده الذي نفى، هناك يقول كل العلماء، هنا يقول ليس وحده، يريد أن يطرد الوحشة والوحدة والزلل ويداري المغالطة والسقم في الدليل الذي يأتي به. يقول السقاف يقول وشيخ الإسلام ابن تيمية ليس وحده الذي نفى أن يكون في الحديث إشكال لأنه رؤيا منام، بل ذكر ذلك. يقول ابن تيمية إذن يقول لا يوجد إشكال في الحديث، الحديث صحيح ولا يوجد فيه إشكال، لماذا يا ابن تيمية؟ حسب ما يدعي هذا يقول لأنه رؤيا منام وانتهى الأمر.
يقول بالذكر هذا يقول ليس فقط ابن تيمية هو الذي ينفي وجود إشكال في الحديث، بل ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، ومن هؤلاء يذكر يقول الذهبي في ميزان الاعتدال، يقول يعني ينقل عن الذهبي: وهذه الرؤيا أو هذه الرؤية رؤيا منام إن صحت. والسيوطي في الأعالي المصنوعة يقول قال: وهذا الحديث إن حمل على رؤيا المنام فلا إشكال. والعجلوني أو ما أعرف الاسم بالضبط في كشف الخفاء، العجلوني في أو العجلوني أو العجلوني في كشف الخفاء نقل كلام السيوطي ولم يتعقب، نقل كلام السيوطي ولم يتعقب. والمعلمي كما في التنكيل قال إن لهذا الحديث طرقا معروفة، في بعضها ما يشعر بأنها رؤيا منام وفي بعضها ما يصرح بذلك، فإن كان كذلك اندفع الاستنكار رأسا. وغيرهم يعني يقولوا من هؤلاء الذهبي والسيوطي والعجلوني والمعلمي وغيرهم. خامسا قال الإمام الدارمي في النقض، لا زال كلام السقاف، يقول قال الإمام الدارمي في النقض على المريسي أو المريسي في الجزء الثاني: عند كلامه على حديث أتاني ربي في أحسن صورة، يقول الدارمي: وإنما هذه الرؤية كانت في المنام، وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى، وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال وفي كل صورة. مؤسسة الدرر السنية، إشراف ومراجعة السقاف. ثالثا: من أدركه بعين رأسه فهو غالط فقط لا أكثر، من أدركه بعين رأسه فهو غالط فقط. قال ابن تيمية في الوصية الكبرى في صفحة 77: وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه فهو غالط. هذا مع العنوان قلنا من أدركه بعين رأسه فهو غالط. هنا نكمل ما بعد العنوان، نحن اقتبسنا العنوان من هذا الكلام. إذن ماذا يقول؟ يقول: وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه فهو غلط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان فقط. غلط الذي يزور القبور مع وجود الأدلة الشرعية، ويزور القبور لوجود الدليل الشرعي، ويزور القبور امتثالا للدليل الشرعي، يكفر، يقتل، يسلب، ينهب. التفت جيدا، عندما يتحدث عن كلية، عن حكم شرعي، عن قاعدة، عن أصل، عن قضية، عن حكم في مسألة، فالكلام عن الحكم وعن المسألة، يبقى التطبيق، يبقى الأخطاء، يبقى الملازمات التي تحصل في الخارج، التي تصدر من بعض الأشخاص، الخلل في التطبيق. هذا لا يعني أن الحكم قد نقض، أن الحكم قد تبدل، أن الحكم قد صار حراما بعد أن كان حلالا، لا، ليس بهذه الخصوصية. عندما نتحدث عن الزيارة واستحباب الزيارة والحث على الزيارة، لا يعني أننا ندعو إلى الخزعبلات وإلى الأساطير وإلى الانحرافات وإلى تعطيل الأعمال والإضرار بالعباد وبالبلاد، بالاقتصاد، بالمال، بالأحياء، بالإنسان، بالأرض، بكل ما يتعلق بالحياة، لا نريد هذا، لكن نتحدث عن أصل الموضوع، عن حكم الموضوع، والتطبيق يحتاج إلى كلام آخر تحدثنا عنه كثيرا وأصدرنا بخصوصه الكثير، فنحكي هنا ونحكي هناك، نبين هذا وصحة هذا وتمامية هذا، ونبين أخطاء الآخر والخطأ الآخر والخطأ هناك والخلل هناك والحرمة هناك، هذا شيء وهذا شيء. فيقتل الصوفي، الأشعري، الشيعي، المسلم، يقتل أهل القبلة بإدعاءات وافتراءات باطلة تسجل عليهم. ومن يرى ربه بعين رأسه فهو فقط قد غلط في ذلك، فقط قد غلط في ذلك بإجماع أهل العلم والإيمان، أجمع أهل العلم والإيمان فقط أنه هذا قد غلط وانتهى الأمر. أقول، التفت جيدا، ماذا قال؟ قال: وكل من قال من العباد المتقدمين أو المتأخرين أنه رأى ربه بعين رأسه
فهو غلط في ذلك بإجماع أهل العلم الإمام. أقول تقييد الرؤيا بعين الرأس يفهم منه أنه ليس عنده محذور في رؤيا غير رؤيا عين الرأس كرؤيا النوم أو غيرها، فلا مانع عنده ولا محذور عنده في رؤيا الله تعالى في المنام. وماذا سيكون جوابه إذن على الرؤيا في المعراج؟ وماذا يكون جوابه على الرؤيا في الآخرة والتي تدل عليه الروايات بصراحة أنها رؤيا عين؟ طبعا جوابه واضح وثابت، وهو أنه لا محذور في رؤيا عين الرأس في الآخرة، ولهذا قيد محذور الرؤيا أعلاه بالدنيا. أقول لذوي العقول والإفهام والأفهام ولبني البشر، أقول ما الفرق بين مشبهة ومجسمة الدنيا وبين مشبهة ومجسمة الآخرة؟ وكيف يصحح التيمية التشبيه والتجسيم في الآخرة وينفونه في الدنيا؟ إن صح وصدق نفيهم للتشبيه والتجسيم في الدنيا ورؤيا عين الرأس في الدنيا، ولم يكن نفيهم عن تقية وخوف من ردود أفعال الناس عليهم، وتعرف ذلك وتتيقنه من لحن قولهم وكلماتهم، لذوي العقول، للعقلاء، للمنصفين، لبني البشر، لبني الإنسان، أقول ما هو الفرق بين التشبيه والتجسيم في الدنيا والتشبيه والتجسيم في الآخرة؟ ما هو الفرق بين مشبهة ومجسمة الدنيا وبين مشبهة ومجسمة الآخرة؟ وكيف يصحح التيمية التشبيه والتجسيم في الآخرة وينفونه في الدنيا؟ إن صح وصدق نفيهم للتشبيه والتجسيم في الدنيا ورؤيا عين الرأس في الدنيا، ولم يكن نفيهم عن تقية وخوف من ردود أفعال الناس عليهم، وتعرف ذلك وتتيقنه من لحن قولهم وكلماتهم. أسطورة رابعة، أسطورة رابعة، الحراني يجيز السجود ليوسف عليه السلام. أقول لماذا يجيز ابن تيمية السجود ليوسف في المنام وفي الخارج والواقع؟ ولماذا لم يصدر ولماذا لم يصدر من التيمية الحراني أي تكفير لأخوة يوسف ويوسف وأمه وأبيه عليهم السلام لأنهم سجدوا لغير الله؟ لماذا لم يصدر منه، من الشيخ التيمية الحراني، لم يصدر منه أي تكفير لأخوة يوسف وأمه وأبيه لأنهم سجدوا لغير الله سبحانه وتعالى؟ ولماذا لم يكفر الحراني نفسه وأتباعه وهم يقرون ويقبلون بالسجود ليوسف فيما نراهم قد كفروا المسلمين وأهل القبلة بدعاوى واتهامات وافتراءات باطلة تحت عنوان زيارة القبور وعبادة القبور والقبورية وغيرها من عناوين؟ قال الشيخ ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية جزء أول في صفحة 228، يقول لفظ الرؤية وإن كان في الأصل مطابقا فقد لا يكون مطابقا، كما في قوله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وقال يرونهم مثليهم رأي العين. يقول التيمية وقد يكون التوهم والتخيل مطابقا من وجه دون وجه، فهو حق في مرتبته وإن لم يكن مماثلا للحقيقة الخارجة مثل ما يراه الناس في منامهم، وقد يرى في اليقظة من جنس ما يراه في منامه، فإنه يرى صورا وأفعالا ويسمع أقوالا. وتلك، لا زال كلام التيمية، وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية، كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له أي ليوسف، فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه، فلا شك، الكلام لابن تيمية، يقول فلا شك فلا ريب أن هذا تمثله وتصوره في نفسه، وكانت حقيقته سجود أبويه وأخوته، كما قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، كما قال تعالى يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. الآن يقول ابن تيمية وكذلك رؤيا الملك
التي عبرها يوسف حيث رأى السنبل بل والبقر، فتلك رآها متخيلة متمثلة في نفسه، فتلك رآها متخيلة متمثلة أو متمثلة متمثلة في نفسه وكانت حقيقتها وتأويلها وكانت حقيقتها وتأويلها أي وكانت حقيقتها وكانت تأويلها من الخصب والجذب. فهذا التمثل والتخيل حق وصدق في مرتبته، بمعنى أن له تأويلا صحيحا يكون مناسبا له ومشابها له من بعض الوجوه، فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة. التفت، يكفر أبا حنيفة على العقل والرأي والاجتهاد والقياس، وانظر ماذا يقول هنا، يقول فإن تأويل الرؤيا مبناها على القياس والاعتبار والمشابهة والمناسبة، ولكن من اعتقد أن ما تمثل في نفسه وتخيل من الرؤيا هو مماثل لنفس الموجود في الخارج وأن تلك الأمور هي بعينها رآها فهو مبطل، مثل من يعتقد أن نفس الشمس التي في السماء والقمر والكواكب انفصلت عن أماكنها وسجدت ليوسف، وأن بقرا موجودة في الخارج سبعا سمانا أكلت سبعا عجافة، فهذا باطل. هذا في بيان تلبيس الجهمية الجزء الأول، تيمية الحراني. أقول هنا خطوات: أولى، لم يشك ابن تيمية الحراني أبدا في أن السجود كان ليوسف عليه السلام، ما عنده أي شيء، أي شك لا يوجد. إذن أقول خطوات: خطوة أولى، لم يشك ابن تيمية الحراني أبدا في أن السجود كان ليوسف عليه السلام سواء في عالم الرؤيا أو في عالم الواقع والخارج. قال تيمية: وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية، كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له وكانت حقيقته سجود أبويه وأخوته. قال العلي العظيم: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. إذن هذه الخطوة الأولى، وأتيت بهذه الشواهد القرآنية عليها. إذن أقول هنا خطوات: الأولى، لم يشك ابن تيمية الحراني أبدا في أن السجود كان ليوسف عليه السلام سواء في عالم الرؤيا أو في الواقع والخارج. قال تيمية: وتلك أمثال مضروبة لحقائق خارجية، كما رأى يوسف سجود الكواكب والشمس والقمر له وكانت حقيقته سجود أبويه وأخوته. أقول: قال العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعل ربي حقا. ثانية، خطوة ثانية: في الرؤيا ثلاثة أطراف. الطرف الأول الكواكب والشمس والقمر، هذا الطرف الأول الكواكب والشمس والقمر. الطرف الثاني السجود. الطرف الثالث يوسف. إذن في الرؤيا عندي ثلاثة أطراف: الكواكب والشمس والقمر والسجود ويوسف عليه السلام. فالحدث في الرؤيا هو سجود الأول للثالث، أي سجود الكواكب والشمس والقمر ليوسف عليه السلام، هذا في الرؤيا. وفي الخارج والحقيقة الخارجية أيضا ثلاثة أطراف: الطرف الأول أخوة يوسف وأمه وأبوه، الطرف الثاني السجود، الطرف الثالث يوسف عليه السلام. فالحدث في الخارج والواقع هو سجود الأول للثالث، أي سجود أخوة يوسف وأمه وأبيه يوسف عليه السلام. خطوة ثالثة: فلماذا إذن تكفرون المسلمين بتهمة زيارة القبور ولا يوجد بينهم أبدا من يقول أنه يسجد للقبور ويعبد القبور؟ رابعة: حتى مع افتراءاتكم على المسلمين بأنهم يسجدون للقبور ويعبدونها، فلماذا تستنكرون عليهم وتكفرونهم وتسفكون دماءهم وها هو زعيمكم وكبيركم وشيخكم يعترف ويقر ويصر على تحقق السجود ليوسف حقيقة وخارجا، وها هو زعيمكم وكبيركم وشيخكم؟ ابن تيمية يعترف ويقر ويصر على تحقق السجود ليوسف حقيقة وخارجا بحسب النص القرآني الواضح الصريح،
وكلام شيخكم واضح وصريح، وأنه يرفض مطلقا المجاز والتأويل، فلم يقبل أي مجاز وتأويل يدعيه المعتزلة، يدعيه المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وأهل السنة فضلا عن الشيعة وغيرهم من المسلمين وأهل القبلة. وإذا اتخذ التيمية وشيخهم التأويل والمجاز للدفاع عن معتقدهم والكشف والتأويل عما قالوه، فلماذا لا تسمحون ولا تقبلون ما يتأوله ويقصده، ما يتأوله ويقصده الآخرون، وما يعتمدونه من معاني مجازية؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.